تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقيم صباح اليوم حفل جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته بدورته الثامنة، وذلك على مسرح قصر بيان. وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.